أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الصادرات منتوجات البواكر سجلت نموا بنسبة 6%، فيما سجلت صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته نموا بحوالي 17% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه على الرغم من السياق الصعب، فقد سجل قطاع تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية أداء جيدا، بحيث بلغت صادرات منتوجات البواكر هذا الموسم إلى غاية 9 ماي 2020 وفقا للأجندة التي يعتمدها موروكو فوديكس من الأول شتنبر إلى 9 ماي، والموافقة للأجندة الفلاحية كميات تبلغ 1,077,000 طن، مسجلة بالتالي نموا بنسبة 6% مقارنة بالموسم الماضي من نفس التاريخ 1,012,000 طن. وأضافت أن صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته بلغت حوالي 299,000 طن هذا الموسم إلى غاية 9 ماي، مقارنة ب 255,800 طن في الموسم الماضي، وهو ما يمثل نموا بحوالي 17%. وأبرز البلاغ أن الصادرات من الطماطم شهدت إلى غاية 9 ماي 2020 ارتفاعا بحوالي 4% بالمقارنة مع الموسم الماضي، حيث انتقلت من 492,000 طن إلى 514,000 طن في نفس التاريخ. وأوردت الوزارة أن الصادرات من الفاصوليا الخضراء بلغت خلال هذا الموسم إلى غاية 9 ماي 2020 كميات تقدر ب 112 ألف طن مقابل حوالي 102 ألف طن خلال الموسم المنصرم، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 10%. وسجلت الصادرات من الفواكه الحمراء نموا جيدا خلال هذا الموسم، فقد بلغت الصادرات من الفواكه الحمراء الطرية كميات بحوالي 82 ألف طن إلى غاية 9 ماي 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 25% بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ 66 ألف طن. كما سجلت الصادرات المسجلة من البطيخ الأحمر أداء متميزا، حيث تقدر الكميات المصدرة ب 104,400 طن خلال هذا الموسم إلى غاية 9 ماي 2020، أي بنمو يقدر ب 61% بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ حوالي 65,000 طن. من جهتها بلغت الصادرات من الأفوكادو إلى غاية 9 ماي كميات تقدر ب 32,800 طن، أي ما يعادل تقريبا الضعف 3 مرات على ما تم تسجيله خلال نفس التاريخ من الموسم الماضي حوالي 11,200 طن. وفيما يخص الحوامض، ومع الحفاظ على المستوى الجيد للأسعار على مستوى الأسواق العالمية، فقد تم تسجيل تراجع في كميات الصادرات بلغ 28% خلال هذا الموسم بسبب تراجع الإنتاج. وأشارت الوزارة إلى أنه في مواجهة سياق دولي صعب يطبعه تفشي وباء كوفيد-19، ضاعف الفاعلون المغاربة في قطاع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية مجهوداتهم للحفاظ على نشاطهم على جميع مستويات سلسلة القيمة، من الإنتاج في الضيعات حتى التسويق على مستوى أسواق التصدير ومرورا بالتوضيب والتحويل. وفي هذا الإطار ولمواجهة انتشار هذه الآفة، تم بحسب ذات المصادر تعزيز تدابير السلامة الصحية على مستوى وحدات تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية من أجل احتواء أي خطر للإصابة بكوفيد-19، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهم بالخصوص تعزيز نظام السلامة الصحية للعاملين داخل منشآت التوضيب والتحويل والتطهير المستمر للمباني ووسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين، وتوفير وسائل الوقاية الكمامات والواقيات والقفازات، بالإضافة للامتثال لمسافات السلامة الضرورية بين الأفراد. أعلنت جمعية منتجي السماد في نيوزيلندا أن الاتفاقية المبرمة مع شركة فوسبوكرا المغربية
بشأن شراء الفوسفات المغربي تساهم في دعم الحياة الاقتصادية في الصحراء، وأنها ليست الشركة الوحيدة في العالم التي تنشط في هذه المنطقة. وخرجت الجمعية ببيان رسمي دفعت فيها عن نشاطها التجاري بالمنطقة، حيث قامت بشرح عدة نقاط وأهمها لماذا تشتري الفوسفات من شركة فوسبوكراعة، مشيرة إلى أن أنشطتها تتوافق مع القانون الدولي، مستشهدة بالاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في مجال الصيد البحري، والتي شملت المجال الجغرافي للمملكة الممتد من طنجة إلى الجويرة. وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت شهر مارس الماضي أنها بصدد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلاند النيوزيلندية ضد صندوق استثماري نيوزيلندي يساهم في شركات من البلد تستورد الفوسفات من الصحراء المغربية. وأشارت ممثلية البوليساريو الانفصالية بأستراليا ونيوزيلندا إلى أنها باشرت إجراء قضائي لوقف استيراد الفوسفات من الصحراء المغربية إلى نيوزيلندا، حيث رفعت دعوى تطالب بموجبها المراجعة القضائية لقرارات صندوق التقاعد النيوزيلندي إجراء بعض الاستثمارات، معتبرة هذه القرارات بأنها تدعم موقف المملكة المغربية من النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام الجزائرية شريط فيديو يظهر القنصل المغربي بوهران أحردان بوطاهر وهو يصف الجزائر بالبلد العدو حسب ذات المصادر. وقالت مواقع جزائرية أن الفيديو المصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر، وظهر قنصل المغرب في وهران غرب الجزائر وهو يصف الجزائر بالدولة العدو. ويظهر الفيديو حسب ذات المصادر الذي تم تصويره خلال لقاء القنصل المغربي بعدد من رعاي المملكة المغربية في شوارع وهران، أين كانوا بصدد نقل انشغالاتهم لممثل الدبلوماسية المغربية في الجزائر. ونفى القنصل المغربي في مدينة وهران الجزائرية أن يكون قد تلفظ بوصف مسيء إلى الجارة الشرقية خلال لقاء له بعدد من أفراد الجالية المغربية، معتبرا أن الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركا. وأكد أحردان بوطاهر لوسائل الإعلام المغربية أن المشاهد الظاهرة في الفيديو التي تبين اجتماعه بعدد من المغاربة أمام مقر القنصلية كلها وقائع صحيحة، إلا أن الصوت مفبرك، إذ أكد المتحدث أنه لم يصف بشكل مطلق الجزائر بأنها دولة عدوة بخلاف ما أظهره الفيديو المنتشر. وأكد أحردان في تصريح للموقع أن اللقاء كان مقتصرا على أعضاء الجالية، إذ سجل الفيديو المذكور قبل أن يطلع على نشر المقطع المفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الجزائريين حسب قوله. تغريدة نارية للداعية الكويتي طارق السويدان عن هزائم الإمارات في ليبيا واليمن. في إشارة واضحة للإمارات ومصر والسعودية، تمنى الداعية الكويتي البارز طارق السويدان المزيد من الخذلان والفشل لتلك الدول. وقال في منشور له عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: لا عزاء للدول التي تدعم حفتر في ليبيا والمجلس الانتقالي في اليمن بالخسائر والهزائم المتتالية. وأضاف: نتمنى لهم المزيد من الخذلان والفشل، والظلم الذي يمارسونه على العباد والبلاد هو ظلمات يوم القيامة. ومنذ 4 أبريل 2019 تشن قوات الجنرال المدعوم إماراتيا خليفة حفصر والمدعومة من دول إقليمية وأوروبية هجوما متعترا للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق. والاثنين، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا العقيد محمد قنونو، إن السلاح الجو التابع لحكومة الوفاق نفذ 6 ضربات جوية على قاعدة الوطية أقصى غرب البلاد. وقال قنونو في إيجاز صحفي نشرته عملية بركان الغضب على صفحتها بفيسبوك، إن سلاح الجو استهدف 3 سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل القاعدة.
كما أعلنت عملية بركان الغدم مقتل عدد من قوات حفتر بعد توجيه ضرباتنا وصفتها بالدقيقة في محور الخلة جنوبي طرابلس، وأكدت تدمير عربتين لصواريخ غراد وسيارة محملة بالذخيرة. وقالت عملية بركان الغضب إنها فككت وأزالت عشرات الألغام ومخلفات الحرب التي زرعتها قوات حفتر في منازل مدنيين بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس، وأكدت عثورها على ألغام تستخدم ضد المركبات والأليات، لكنها قالت إن قوات حفتر عدلتها لتنفجر بمجرد مرور الأفراد. وشبهت عملية بركان الغضب الطريقة التي تستخدمها قوات حفتر بالنهج الذي اتبعه تنظيم الدولة في مدينة سرت عام 2016، وتعتبر قاعدة الوطية أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها ميليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس. وتواصل قوات حكومة الوفاق محاصرة قاعدة الوطية عقب مقتل آمر حمايتها أسامة مسيك يوم الثلاثاء.